خلق الشائعات وإثارة الفوضى وتأليب الرأي العام كلها طرق تسلكها جماعة الإخوان الإرهابية في محاولة يائسة لدفع المواطنين لمواجهة إجراءات الدولة فيما يخص إنهاء ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف. لذا كرست الجماعة الإرهابية منصاتها الإعلامية ولا سيما الجزيرة وتابعيها للترويج تارة بأن هذه الإجراءات تستثني فئة دون أخرى، وتارة أخرى بأن التصالح مع الدولة لا يأتي في مصلحة المواطن. ومن بين تلك الأكاذيب هي تلك التي أرادوا من خلالها تضليل الرأي العام وتصوير الأمور على أن التصالح مع الدولة على مخالفات البناء على أنها مظالم يجب ألا يرتضي بها المواطن، وتناسوا أن الأحكام الشرعية والقانونية في مقاصدها قد أعلت من مصلحة الفرد والجماعة، وأن الدولة في سعيها لتقنين الأوضاع هدفها الأساسي الحفاظ على الرقعة الزراعية كونها المصدر الرئيسي للأمن الغذائي. والحقيقة أن الدولة وعلى لسان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكدت أن التصالح في مخالفات البناء تأتي في مصلحة المواطن، حيث سيتم توجيه 65% من حصيلة المخالفات للإسكان الاجتماعي ومشروعات البنية التحتية للمحافظات. كما وضعت الدولة آليات لتسيير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، ومنها تحصيل 50 جنيها للمتر على المخالفات في أي تجمع ريفي، وخصم 25% من قيمة التصالح في حالة تسديد المبلغ بالكامل، بجانب تسديد قيمة التصالح على أقساط ولمدة 3 سنوات بدون فوائد بدلا من الدفع الفوري، مع السماح للمواطن بالتظلم من عدم قبول طلب التصالح، وكذلك الاكتفاء بأن تكون الشهادة الخاصة بالسلامة الإنشائية للمبنى مقدمة من مهندس نقابي وليس مكتبا هندسيا أو استشاريا. كما سمح القانون بتسليم مقدم الطلب نموذج 3 حتى في حال لم يتم استيفاء مع إعطاء مهلة لمدة 2 شهر، والتأكيد على تغليب البعد الاجتماعي من خلال توجيه المحافظين بالاستمرار في مراجعة قيم التصالح. كما تضمن القانون البت في طلب التصالح في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تقديم الطلب، وفي حال قبول طلب التصالح سيتم خصم مبلغ جدية طلب التصالح من المستحقات المالية المقررة. ويساعد التصالح في مخالفات البناء على تعظيم قيمة الوحدة السكنية، والتي ستتضاعف قيمتها عدة مرات بثبوت وضعها القانوني، وأخيرا الحفاظ على الرقعة الزراعية والشكل الحضاري والمعماري للدولة المصرية.